غياب الوعي الديني وتراجعه وانفصال الدعوة الإسلامية عن فقه الواقع، وما زالت الدعوة بتكتر ما قتل بحثا وإلقاء وآداء، سواء في المساجد أو البرامج الدينية في الإعلام، كلها لا تتطرق إلى أمراض المجتمع الطارئة التي أصبحت ظاهرة. فمن ذلك سوء الاستخدام للوسائل الاتصالات الإلكترونية والإعلامية وغيرها. وأنا لا أريد أن أشخص الموضوع في واقع، لكن أقولها من باب ما أصابني. كنت أتحدث في إحدى القنوات عن ظروف وأحداث وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جاء الابتزاء من سلفية وإخوان وحرفوا الكلام وقالوا إننا بتكلم عن الخلافة لسيدنا أبو بكر ولا لسيدنا علي، وهذا لم يحدث. الحلقة ساعة، خدوا منها حضرتك 30 ثانية وتم بتر الكلام عن سياقه. عن سياقه ففهم بمعنى آخر. أفهم إن أنا بخوض في الخلافة، مع إن أنا لا أعترف بالخلافة السياسية بالمناسبة. الخلافة كانت أمر دعوة وتاريخي وانتهت، ولا وجود لها إلى يوم القيامة إن شاء الله. لكن اللي أنا يعني أريد إيصاله للمشاهد البسيط، أنا بس الحديث الأخير اللي قلته لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء يعني ذكر أو أنثى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع. الناس فاكرة إن النميمة والغيبة إنما باللسان، لا، وبما جرى مجرى اللسان أخي الحبيب. يعني قال العلماء بالكتابة والإشارة المفهمة لأنها تقوم مقام النطق. هي كمان نوع من الكذب يا فندم. لا، ده أشد أنواع الكذب ده. الله ينور عليك. أنت عارف ليه؟ لأن الرسول سماه بهتان، قال إن الغيبة أن تستر أخاك بما يكره. قال فإن لم يكن فيه أصلا، قال فقد بهته.